ايه الفيض المغناطيسي ده؟ الفيض المغناطيسي ده اللي هو الفاي ام. الفاي ام القانون بتاعه بيساوي البي اللي هي كثافه الفيض في الايه اللي هي المساحه بساين السيتا. اي قانون في سيتا، اي قانون هقابله في سيتا لازم اكون عارف السيتا دي بين مين ومين. فهنا السيتا في القانون بتاع الفيض هي الزاويه بين المجال ومستوى الملف، الزاويه بين المجال ومستوى الملف. لازم اخلي بالي اي قانون في سيتا لازم اكون عارف الزاويه بين مين ومين. طيب اصلا الفيض ده ايه؟ يعني ايه الفيض دوت؟ دي خطوط وهميه كده تطلع من المغناطيس. مثلا لو انا عندي مجال طالع من المغناطيس بيطلع من الان يروح للاس، ده جوه المغناطيس، ده بره المغناطيس. جوه المغناطيس بقى بيمشي من الاس للان جوه المغناطيس. يبقى انا لو انا عندي مغناطيس كده، ده الاس وده الان، فالمجال ماشي من الان للايه؟ الاس من بره، ومن جوه ماشي من الاس للان، هيمشي من الاس لحد الان. ده كده الشكل بتاع الفيض المغناطيسي. طيب انا المطلوب مني في الفصل دوت احسب كثافه الفيض المغناطيسي لمين بقى؟ لثلاث حاجات، للسلك وللملف الدائري وللملف اللولبي. محتاج اعرف المقدار ومحتاج اعرف الاتجاه. لازم اكون عارف المقدار ولازم اكون عارف الاتجاه. يبقى انا للثلاثه دول احسب المقدار واحسب الاتجاه. طيب نبدا بقى باول حاجه، السلك المستقيم. المقدار بحسبه من القانون دوت، البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. البي دي كثافه الفيض بتاع السلك، الميو ده معامل النفاثيه المغناطيسيه، وده مقداره 4 باي في 10 اس سالب 7. الميو 4 باي في 10 اس سالب 7. في الاي شد التيار على 2 باي على 2 باي دي. الدي ديت البعد بين السلك والنقطة اللي أنا عايز أحسب عندها كثافة الفيض. طيب نيجي بقى على الاتجاه. الاتجاه بحدده بقاعدة أمبير لليد اليمنى، قاعدة أمبير لليد اليمنى. طيب إزاي بقى؟ عندي أشكال كتيرة للسلك ممكن يكون عليها، عندي أوضاع كتير للسلك، ممكن يكون السلك عامل كده والتيار الأعلى مثلا. فبالتالي على يمينه هيبقى المجال للداخل بقاعدة أمبير لليد اليمنى، وعلى شماله المجال هيبقى للخارج. طيب لو كان التيار اللي تحت كده، فبالتالي العكس هيبقى على شماله المجال للداخل وعلى يمينه المجال للخارج. طب ممكن يكون السلك بالمنظر ده كده رايح ناحية اليمين، فبالتالي تحت هيبقى للداخل وفوق هيبقى للخارج. طيب ممكن اعكس خليه رايح ناحية الشمال، فيبقى فوق هو اللي للداخل وتحت هو للخارج. فدي كده اشكال لاوضاع السلك. طيب ممكن يكون في وضع تاني للسلك، ممكن يكون السلك عمودي بقى على الصفحه، فممكن يكون التيار عمودي على الصفحه وللداخل، ممكن يكون التيار عمودي على الصفحه وللخارج. طب في الحاله دي بجيب المجال ازاي؟ المجال ساعتها بيبقى دايره. هو اصلا المجال بتاع السلك المستقيم بيبقى عباره عن خطوط، عباره عن دوائر متحده المركز ومركز السلك. فبالتالي المجال بتاع السلك لما يكون عمودي كده على مستوى الصفحة بيبقى عبارة عن دايرة. طيب المجال بقى بيبقى مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ على حسب اتجاه التيار. لو التيار للداخل فالمجال مع عقارب الساعة، لو التيار للخارج فبالتالي المجال هيبقى عكس عقارب الساعة لو المجال للخارج. طيب مش بس كده، اوقات يطلب كمان اتجاه المجال عند نقطة. اخلي بالي هنا ده مسار دائري، يطلب مني مثلا عايز اتجاه المجال عند النقطة دي. طيب اتجاه المجال عند النقطة هو اتجاه المماس، اتجاه المماس للنقطة دي، اتجاه المماس للنقطة دي. أنا المماس هيبقى في الاتجاه ده كده بس، يبقى ده كده اتجاه المجال. واتجاه المجال ده بيعبر عن اتجاه القطب الشمالي. يعني أوقات يجيب لي كده بوصلة يقول لي القطب الشمالي هيشاور فين؟ القطب الشمالي هيشاور ناحية المجال. يبقى ده كده الإن وده كده الإس. ده كده اتجاه القطب الشمالي. طيب هنا مثلا لو قال لي مثلا اللي عايز يحسب المجال عند النقطه دي، خلاص فبالتالي المجال بيلف كده عكس عقارب الساعه، فالمماس هيبقى في الاتجاه ده، وده بالتالي كده هنا هيبقى اتجاه القطب الشمالي. هنا كده اتجاه القطب الشمالي وفوق اتجاه القطب الجنوبي. طيب ده بالنسبه للمقدار والاتجاه في السلك المستقيم. طيب نيجي بقى على الملف الدائري. تاني حاجه المقدار، البي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار. الميو معامل النفاذيه، لان عدد لفات الملف الدائري،
الاي يشد التيار اللي هتعدي في الملف الدائري، واتنين ار، الار دي نص قطر الملف الدائري. طيب الاتجاه برضو بقاعدة امبير لليد اليمنى، بس عكس بقى، عكس الـ بتاع السلك المستقيم. يعني هنا كنت بخلي الابهام هو التيار، وبقيه الصوابع اللف بتاع بقيه الصوابع هو اتجاه المجال. هنا العكس، هنا لف الصوابع بقيه الصوابع ده اتجاه التيار، والابهام هو المجال. يعني مثلا لو انا عندي ملف دائري كده والمجال وليكن مع عقارب الساعه، يبقى انا صوابعي هتلف مع عقارب الساعه، فلاقي الابهام بيشاور للداخل، يبقى كده المجال للداخل. طب لو عكست، خليت التيار عكس عقارب الساعه، فبالتالي المجال هيبقى للخارج. ده كده من حيث المقدار ومن حيث الاتجاه في الملف الدائري. طيب ثالث حاجه، الملف اللولبي، المقدار البي بتساوي ميو في ان في اي على ال، وال ده طول الملف، طول الملف مش طول السلك، ده طول الملف، طول الملف. طيب برضو بقاعده امبير لليد اليمنى، تعال نشوف مثال كده ازاي احسب اتجاه المجال في الملف اللولبي. وليكن الملف اللولبي بملفوف كده بالمنظر ده كده، والتيار ماشي فيه كده، ده اتجاه التيار. فانا بقاعدة امبير اليد اليمنى برضو اتجاه صوابع ايدي، لفة صوابع ايدي هي اتجاه التيار، والابهام هو اتجاه المجال، فلاقي ان اتجاه المجال في الملف اللولبي ماشي في الاتجاه ده كده. طيب ودايما انا لسه كنت قايل ان في المغناطيس المجال جوه المغناطيس بيمشي من اس ل ان، فانا عندي بالنسبه لي الملف اللولبي هو كانه المغناطيس، فتلاقي المجال برضو ماشي من الاس للان. ده كده اتجاه المجال المغناطيسي في الملف اللولبي. انا كده عرفت المقدار وعرفت الاتجاه في الثلاث انواع اللي عندي. طيب نيجي بقى على افكار مهمه كده، ازاي احسب كثافه الفيض. اول فكره المحصله، لما يجي يقول لي في مساله كده عندك مش عارف سلك وسلك، او عندك سلك وملف دائري، او ملف دائري وملف لولبي، ايا كان، يعني يقول لك احسب المحصله بتاعت كثافه الفيض، هيقول لك ان المحصله كانت كذا. طالما جاب لي سيره المحصله فانا عندي ثلاث احتمالات، اول احتمال يا اما المجالين يبقوا في نفس الاتجاه، ثاني احتمال يا اما يكونوا في عكس الاتجاه، ثالث احتمال يكون المجالين متعامدين. لو المجالين كانوا في نفس الاتجاه فساعتها اقول له ان المحصله بتجمع، راح اقول له ان المحصله بتساوي البي 1 زائد البي 2 عشان هما في نفس الاتجاه. طب لو في عكس الاتجاه ساعتها اقول له ان المحصله بالطرح، اقول له ان هي البي 1 ناقص البي 2. طيب ثالث حاجه لو كانوا متعامدين فساعتها هقول له ان المحصله بالجذر التربيعي، المربع الاول تربيع زائد الثاني تربيع، يبقى الجذر التربيعي للاول تربيع زائد الثاني تربيع. ده كده لو كانوا متعامدين. وعوض بقى، هو مثلا بيبقى مديني البي بتاع الاول والبي بتاع الثاني، او انا اللي هحسبهم بالقوانين اللي احنا ايه قلناها من شويه. فدوت لو قال لي المحصله بتاعت كثافه الفيض، يبقى اي اول ما اشوف سؤال يقول لي احسب محصله كثافه الفيض، اول حاجه لازم تيجي في دماغي الثلاث احتمالات دول. بعد كده اشوف بقى هم في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه ولا متعامدين، عشان اقدر احدد القانون اللي انا هعوض فيه. طيب تاني فكره، يقول لي ان دي نقطه تعادل، او يقول لي ان المحصله بصفر، او يقول لي ان المحصله بتساوي صفر. يبقى لو قال لي ان دي نقطه تعادل او محصله كثافه الفيض عند النقطه دي بتساوي صفر، على طول اقول له ان المجال الاول بيساوي المجال الثاني بس يكونوا في عكس الاتجاه. يبقى انا عندي البي 1 هتساوي البي 2 بس في عكس الاتجاه. يعني انا لو انا عندي سلك وملف دائري وقال لي ان النقطه بتاع المركز بتاع الملف الدائري دي نقطه تعادل، فساعتها اقول له خلاص يبقى المجال بتاع السلك بيساوي المجال بتاع الملف الدائري بس عكس بعض في الاتجاه. ده كده لو جه قال لي ان دول نقطة تعادل. هنبقى نشوف مسائل في فيديو تاني على الأفكار دي، بس الأول أكون عارف، بس أول ما أشوف يقول لي احسب محصلة كثافة الفيض أبقى عارف إن أنا أعوض في أنهي قانون في دول. لما يقول لي احسب نقطة تعادل أو يقول لي إن دي نقطة تعادل، فأبقى عارف إن البي 1 بتساوي البي 2 بس عكس بعض في الإيه؟ في الاتجاه. الحاجات دي هتساعدني كتير جدا وأنا بحل المسائل. طيب
بعد كده نكمل، هتلاقي عندي فكره ثالثه لما يجي يقول لي بقى يحدد لي نقطه التعادل ديت في السلك المستقيم، يعني بين سلكين. انا عندي سلكين كده، يقول لي عايز مكان نقطه التعادل، هو يسالني عن مكان نقطه التعادل. فانا عندي احتمالين، يا اما يكون الطيارين في نفس الاتجاه، لما يكون الطيارين في نفس الاتجاه، يا اما يكون الطيارين في عكس الاتجاه. والله لو كان الطيارين في نفس الاتجاه فنقطه التعادل بتبقى بين السلكين، ولو عكس الاتجاه فنقطه التعادل بتبقى خارج السلكين، وساعتها بعوض في القانون ده. لو كان بين السلكين فانا بقول له اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي ناقص دي 1، ودايما نقطه التعادل بتبقى اقرب للسلك اللي تياره قليل، دايما نقطه التعادل قريبه من السلك اللي تياره قليل. فعشان كده انا هنا قلت ان اي 1 اصغر من اي 2، عشان كده يبان ان الدي 1 او نقطه التعادل دي تقريبا اقرب للايه، للاي 1. هنا نفس الكلام، نقطه التعادل بتبقى قريبه للسلك القليل، فالاي 1 هنا اصغر من الاي 2، فبالتالي نقطه التعادل اقرب للايه، للاي 1. بس القانون اللي انا بعوض فيه ان الاي 1 على الدي 1 بتساوي الاي 2 على دي زائد الدي 1، هنا زائد انما هنا كانت ناقص. فدي الفكره، لو كان عندي سلكين وبيقول لي احسب نقطه التعادل، يقول لي احسب مكان نقطه التعادل، دايما اخلي بالي لو جه قال لي احسب مكان نقطه التعادل فعلى طول لازم يجي في بالي ان انا هعوض يا اما هنا يا اما هنا على حسب بقى اتجاه الايه، الطيارين. طيب ده كده بالنسبه للسلك المستقيم. عندي بقى افكار للملف الدائري، افكار الملف الدائري دي مهمه جدا جدا جدا، اخلي بالي منها. طيب اول فكره في الملف الدائري ان هو ما يدينيش عدد اللفات، انا اللي احسبها. فانا عندي طريقتين احسب منها عدد اللفات، عندي فكرتين لحساب عدد اللفات. اول فكره يديني طول السلك، يقول لي ان انا كان عندي سلك وليكن طول 1 متر، ويقول له ويقول لي بقى مثلا لفيته بحيث كان نص قطر مثلا اللفه ب 2 سم 5 سم ايا كان. فانا ساعتها بقول له ان عدد اللفات هيساوي طول السلك اللي هو اداهولي على محيط اللفه، على محيط اللفه، هو يبقى مديني نص القطر. وعوض بقى واحسب عدد اللفات. دي كده اول طريقه. تاني طريقه يديني رسمه زي ديت ويديني السيتا. فعشان احسب عدد اللفات اقول له سيتا على 360، بس خلي بالي اوقات يديني الرسمه عامله كده. بيقول لي ان السيتا دي مثلا وليكن ب 30 درجه. فانا اروح بقى اقول له ايه، خلاص يبقى الان بتساوي 30 على 360. الكلام ده غلط. ليه؟ لإن مش دي السيتا بتاعت اللفة اللي أنا عايزها، ده دي السيتا بتاع الحتة المقطوعة، الحتة الفاضية، أنا عايز بقيتها. فيبقى الأطرح بقى من 360 ال 30 دي، فيطلع إن الزاوية دي كده 330 درجة. فساعتها هقول له الإن بتساوي 330 على 360، وكده الكلام ده كده صح. فدايماً أخلي بالي إن أنا آخد السيتا اللي قصاد اللفة، مش السيتا اللي قصاد الحتة اللي فاضية، آخد السيتا اللي قصاد اللفة اللي انا عايزها. طيب تاني فكره، والفكره دي بقى مهمه جدا جدا جدا، بتيجي في الامتحانات كتير جدا. طيب الفكره دي بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي لما يقول لي كده في السؤال اعيد تشكيل ملف دائري، او يقول لي ان انا عندي سلك لفيته على هيئه ملف دائري عدد لفاته ان 1، وبعد كده اعدت تشكيل السلك دوت فبقى ملف دائري عدد لفاته ان 2. فانا اول بس ما اشوف اعاده تشكيل ملف دائري ديت على طول القانون اللي يجي في بالي، بي 1 على بي 2 بتساوي ان 1 تربيع على ان 2 تربيع. القانون ده هيسهل لي السؤال ويخلص لي السؤال ده في اقل من دقيقه، اعوض بس تعوض مباشر يبقى انا كده خلصت السؤال، بدل ما اقعد الف وادور وادور احلها ازاي. فاول ما يجي يقول لي ملف دائري اعيد تشكيله، او سلك مستقيم ملفوف على ملف دائري بعد كده اعدت تشكيل السلك المستقيم ده، على طول يجي في بالي القانون ده. مهم قوي القانون ده، والمساله دي بتيجي كتير في الامتحانات. طيب الفكره الثالثه اللي في الملف الدائري، ان هو يقول لي عندي سلك مستقيم مماس لملف دائري. مماس يعني الدي بتساوي الار، ده اللي انا اقدر استفيده، ان الدي بتساوي الار، واحل بقى بقيه المساله عادي بالخطوات اللي احنا قلناها قبل كده. لو عايز بقى يحسب كثافه الفيض اشوف بقى هم جمع ولا طرح ولا ايه بالظبط. بس الفكره كلها ان انا ابقى عارف ان الدي بتساوي الار. لإن مثلا هو مش هيديني الدي أو مش هيديني الآر، هو يقول لي بس إن أنا عندي إن السلك ده مماس للملف الدائري،
ويديني يا اما نص القطر يا اما يديني الدي، مش هيديني الاثنين مع بعض. انا اللي استنتج ان الدي بتساوي الار عشان هما السلك مماس للملف الدائري. فدي كده افكار الملف الدائري لازم اكون عارفها واحفظها. الحاجات دي مش تبقى في ورقه المفاهيم، فلازم اكون انا حافظها بحيث اول ما اشوفها في الامتحان اعوض على طول في القانون، ما اقعدش ادور واضيع وقت كتير. طيب بعد كده افكار الملف اللولبي. افكار الملف اللولبي اول فكره، والفكره دي مهمه جدا، ان يكون اللفات متماسه. اول ما يقول لي عندي ملف دائري لفاته متماسه، على طول اقول له ال هتساوي ان في 2 باي ار. بس خلي بالي بقى، ال ال ده طول السلك، ال ان ده عدد لفات الملف، ال ار ده نص قطر السلك مش الملف، نص قطر السلك، عشان هيديني في المساله 2 نص قطر، نص قطر الملف ونص قطر السلك. هنا هنا بعوض بنص قطر مين؟ السلك مش الملف. دايما اخلي بالي من الحاجات الصغيره دي. يبقى ده دلوقتي لو جه قال لي اللفات متماسه، عندي ملف لولبي لفاته متماسه، فعلى طول اقول له طول السلك بيساوي ان في 2 باي ار، وبالتالي ال ال اشيلها بقى من القانون، ان عندي البي بتاع الدائري بتساوي ميو في ان في اي على ال، اشيل ال ال واحط ان في 2 باي ار، فالان هتروح مع الان، هو مش هيديني عدد اللفات في المساله، فالان تروح مع الان، يبقى لي ميو في اي على 2 باي ار. كده انا جبت ال البي بتاع الملف اللولبي اللي لفاته متماسك. طيب تاني فكرة، والفكرة دي برضو بتيجي كتير في الامتحانات، يقول لي ملف دائري بس أبعدت لفاته بانتظام. يقول لي ملف دائري أبعدت لفاته بانتظام، فلما أبعد اللفات بتاع الملف الدائري هيبقى ملف لولبي، فساعتها هعوض في القانون دوت، أقول له إن البي الدائري على البي اللولبي بتساوي ال اللي هو طول بقى الملف اللولبي على 2 ار. يبقى دلوقتي أول ما يجي يقول لي في المسألة كان عندك ملف دائري كثافة فيدو عند المركز بكذا وبعدت لفاته بانتظام، على طول اقول له البي الدائري على البي اللولبي بتساوي ال على 2 ار. هو بقى يا اما هيبقى مديني ال ال وال 2 ار والبي الدائري وعايز يحسب البي اللولبي، او مديني البي الدائري والبي اللولبي وعايز يحسب يا اما ال ال عايز يحسب الار، ايا كان بقى ايه هو عاوز ايه. انا بس اعوض في القانون دوت. طيب تالت فكرة، والفكرة دي برضو مهمة جدا، بيقول لي لو انا قطعت جزء من ملف لولبي، قطعت جزء من ملف لولبي ووصلت الباقي بنفس التيار او بنفس المصدر، تفرق؟ تفرق كتير جدا. لو جه قال لي وصلته بنفس التيار، انا عارف ان البي هو عايز يعرف ايه اللي هيحصل للبي، فانا عارف ان البي بتاع اللولبي بتساوي ميو في ان في اي على ال، او القانون ده بقى مهم جدا في الحاله دي، ميو في ان سمول في الار، ان سمول دي اللي هي عدد اللفات لوحده الاطوار، ودي دايما ثابته، الان سمول دي دايما ثابته. فتعال نشوف دلوقتي الميو ده ثابت، الان سمول انا لسه قايل ان هو ثابت، والتيار هو قال لي ان انا وصلت بنفس التيار يعني التيار ثابت، فبالتالي البي مش هيحصل لها اي حاجه، البي هتبقى ثابته. يبقى انا لو قطعت ملف دائري للنص ووصلته بنفس التيار هيطلع لي نفس البي اللي كان بيطلعها الملف الدائري الكامل. طيب لو جه قال لي بقى ان انا وصلت بنفس المصدر، فانا لسه قايل ان البي بتساوي ميو في ان سمول في الاي، الميو ثابت والان ثابت، بس الاي الاي بقى في الحاله دي مش ثابته، لان انا وصلت بنفس المصدر، البطاريه هي اللي ثابته، الفي بي هي اللي ثابته، انما التيار مش ثابت. طب ليه التيار مش ثابت؟ لان المقاومه هتختلف. طب ليه المقاومه هتختلف؟ لان انا قطعت الملف اللولبي فطول السلك هيقل، بالتالي لما طول السلك يقل المقاومه هتقل فالتيار هيزيد، فبالتالي البي هتزيد. فانا ساعتها هقول له بقى ايه؟ هقول له البي بتتناسب طردي مع الاي، البي هنا تتناسب طردي مع الاي، طيب والاي بتتناسب عكسي مع المقاومه، والمقاومه بتتناسب طردي مع ال، يبقى الطول بتاع السلك بيتناسب عكسي مع التيار والبي. فدلوقتي لما اقطع الملف اللولبي فبالتالي الطول ده هيقل فالمقاومه تقل فالتيار يزيد فالبي هتزيد. يبقى هو مثلا لو جه قال لي قطعت السلك ده، قطعت تلت السلك ووصلت الباقي، الباقي ده اللي هو التلتين، خلي بالي انا عندي ملف لولبي
قطع التلت ووصل الباقي، الباقي ده اللي هو ايه التلتين، يبقى كده الطول قلل التلتين، الطول ده كده قلل التلتين، فبالتالي البي هتزيد. اقلب بقى يبقى 3 على 2، يبقى كده البي هتزيد ل3 على 2. يعني لو كان البي في الحاله الاولى ببي، فالبي في الحاله الثانيه هتساوي 3 على 2 بي. فدايما اخلي بالي من الفكره ديت عشان الفكره دي مشهوره جدا في الامتحان. يبقى تاني، لو قال لي قطعت جزء من ملف لولبي ووصلت الباقي، لو قال لي وصلت الباقي بنفس التيار ساعتها البي ثابت، لو قال لي وصلت الباقي بنفس المصدر، لو قال لي وصلت الباقي بنفس المصدر ساعتها هقول له البي بتتناسب عكسي مع الطول. يعني لو قال لي قطعت الطول للنص او الثلث فساعتها البي هتتناسب عكسي مع الطول. دي كده كانت الفكره الثالثه في الملف اللولبي. في فكره كمان في الملف الدائري ممكن نقولها نزودها هنا كده. لو جه قال لي ان انا عندي ملف دائري كده كامل، لفه كده كامله، ودخلت التيار من نقطه على المحيط، دخلت التيار من نقطه على المحيط وخرجت التيار من نقطه ثانيه على المحيط، خرجته بقى من هنا من هنا من اي حته، خرجته مثلا من هنا، خرجت التيار من هنا، فساعتها المحصله بتاعت كثافه الفيض اللي عند مركز الملف الدائري ديت هتساوي دايما بصفر. المحصله دايما بصفر، ليه؟ لان التيار هيتجزأ هنا وهنا، فهيتجزأ هنا وهنا، فالمجال اللي هنا دوت بتاع الجزء بتاع الحلقه ديت هيلاشي المجال بتاع الجزء الثاني، فالمحصله دايما هتساوي صفر. يبقى دايما لو انا عندي حلقه كده كامله دخلت التيار من نقطه على المحيط وخرجتها من نقطه ثانيه على المحيط دايما المحصله هتساوي صفر. دي كمان فكرة رابعة كده ممكن نزودها على الملف الدائري. واحنا قلنا هنا 3 أفكار على الملف اللولبي. كده خلصنا أول درسين في الفصل الثاني. الدرس اللي بعده بيتكلم عن القوة المغناطيسية. الإف. وأنا عندي الإف بتساوي بل. الإف بتساوي بل ساين سيتا. وأنا لسه قايل إن أي قانون في سيتا محتاج اعرف الزاويه دي بين مين ومين، الثيتا دي بين مين ومين. في القانون بتاع القوه الزاويه بين المجال والسلك، الزاويه هنا بين المجال والسلك. طيب ده كده من حيث المقدار. طب من حيث الاتجاه بحسبه ازاي؟ بحسبه بقاعده فيلمنج لليد اليسرى. خلي بالي عندي فيلمنج لليد اليسرى وفيلمنج لليد اليمنى. فيلمنج لليد اليسرى دي بتاع القوه، اليمنى بتاع التيار المستحس في سلك. طيب ده كده من حيث المقدار ومن حيث الاتجاه. طيب ايه افكار بقى القوه المغناطيسيه؟ الافكار ممكن تجي لي ازاي؟ ممكن تجي لي مباشره عادي ان انا اعوض في القانون، يديني بس يغير لي بس في الثيتا او ايا كان. دي كده فكره اللي بتيجي دايما في الامتحانات. في افكار ثانيه برضو بتيجي في الامتحانات. اول فكره منها اللي هو لما يجي يقول لي انا عندي سلك انعدم وزنه او عايز المحصله اللي بتاثر على السلك ده تساوي صفر ايا كان يعني. ففي الحالة ديت عشان المحصلة تساوي صفر لازم الوزن، دايما الوزن الأسفل، لازم يكون في بقى قوة مغناطيسية لأعلى، ولازم الاتنين يكونوا قد بعض. فبقول له الإف المغناطيسية بتساوي الإف جي اللي هي الوزن، وأفك بقى الإف المغناطيسية البل والوزن الإم في الجي، الكتلة في عجلة الجاذبية. فبالتالي يبقى البي في الأي في الإل بتساوي الإم في الجي، أو البي في الأي في الإل بتساوي الرو في الفوليوم في الجي. الرو الكثافه بتاع السلك في الحجم بتاعه في الجي. جه منين دوت؟ فكيت الكتله للرو للكثافه في الحجم. طب اللي بعده فكيت بقى الحجم للاي في الال، فكيت الحجم لمساحه القاعده في الارتفاع اللي هو الال، فالال هيروح مع الال، يبقى ال بي في اي بتساوي رو في الاي في الجي. فده كده في حالة لو هو قال لي إن أنا عندي سلك عايز ينعدم وزنه، أو قال لي إن المحصلة اللي بتأثر عليه بتساوي صفر، أو أيا كان قال لي إيه، بيدي نفس المعنى ده. طيب تاني فكرة، والفكرة ديت مهمة جدا مش هنخوض في الإثبات بتاعها، بس أبقى عارف إن القوة اللي بتأثر، لو عندي شكل زي ده كده أبقى عارف إن القوة اللي بتأثر على الضلع إي بي
هي هي القوه اللي بتاثر على الضلع بي سي مهما كانت الزاويه دي بكام. دايما القوه هنا بيتاثر بمجال، في هنا مجال بي، فالسلك ده يتاثر بقوه، القوه ديت اسمها اف اي بي. نفس القوه ديت هي اللي بتاثر على الضلع اللي هو بي سي، يعني لو الاف اي بي دي ب 5 نيوتن فالاف بي سي برضو ب 5 نيوتن. اتعود على الحته دي عشان لو جات لي في الامتحان، هيجي في الامتحان يقول لي انا عايز البي سي، فاقعد ادور والف وادور مش عارف اجيب ازاي الاف بتاع البي سي. اروح اجيب الاف بتاع الاي بي الاول واقول له خلاص يبقى الاف بي سي هي الاف بتاعت الاي بي. اخر فكره في القوه هي القوه المتبادله، والقوه المتبادله دي سؤال اساسي دايما في الامتحان، يعني ده سؤال اساسي في الامتحان. الاف بتاع القوه المتبادله بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. ايه القوه المتبادله دي؟ بيقول لي ان السلكين دول كده بيأثروا على بعض بنفس القوه، بنفس القوه مهما اختلف التيار. يعني التيار ده لو بواحد امبير وده ب 100 امبير فالاثنين هيتاثروا بنفس القوه. يعني مش ده يتاثر باف وده يتاثر ب 100 اف، لا الاثنين هيتاثروا بقوه مقدارها اف، والاثنين تجاذب، يعني القوتين كده بيشاوروا لبعض كده تجاذب للداخل كده، القوتين كده بين السلكين. طيب لو الطيارين في عكس الاتجاه فساعتها تنافر، وبرضه هيتاثروا بنفس الايه؟ بنفس القوه بس تنافر. طيب دايما القوه المتبادله بين سلكين القانون بتاعها ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، ودايما القوتين اللي بيأثروا على السلكين دول قد بعض، يعني دي اف دي اف برضه، لو دي 2 اف يبقى دي 2 اف برضه، اخلي بالي من الحته دي. ولو الطيارين في نفس الاتجاه تبقى قوه تجاذب، لو الطيارين في عكس الاتجاه يبقى قوه تنافر. طيب بعد كده عندي عزم الازدواج. عزم الازدواج ده من اسهل الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، هو يديني البي ويديني الاي ويديني الاي ويديني الان ويديني السيتا، عايز يحسب التاو. بس خلي بالي دايما السيتا اللي بيديها لي ديت بنسبه 90% بيداني غلط، يعني يقول لي السيتا بين المجال والملف 30، يقول لي السيتا ب 30 وهي اصلا تبقى غلط، المفروض السيتا تبقى 60. ليه 60؟ لان الزاويه بين المجال والعمودي على الملف، مش المجال والملف، الزاويه بتبقى بين المجال والعمودي على الملف. طيب السؤال الفكره اللي بعدها بيبقى سؤال على عزم ثنائي القطب. عزم ثنائي القطب ده بيساوي اي في اف ان او تاو على بي ساين ثيتا. بس خلي بالي عزم ثنائي القطب بيعتمد على الثلاثه دول بس، ما بيعتمدش على دول، بيعتمد على دول بس. دايما خلي بالي ان عزم ثنائي القطب بيعتمد على الاي والاي والان، يعني لو التيار زاد للضعف عزم ثنائي القطب هيزيد للضعف، انما لو قل عزم ازدواج زاد للضعف فعزم ثنائي القطب ده ثابت مش هيتغير. خلي بالي من الحته دي. طيب وخلي بالي برضو ان دايما عزم ثنائي القطب عمودي على مستوى الملف، دايما عزم ثنائي القطب عمودي على مستوى الملف. يبقى انا عندي عزم الازدواج البي بتساوي اي في اف ان ساين سيتا، دايما بيلعب في السيتا، يغير لي في السيتا. خلي بالي ان السيتا بين المجال والعمودي على الملف، مش المجال والملف، المجال والعمودي على الملف. طيب وعزم ثنائي القطب بيساوي اي في اف ان او تاو على بي ساين سيتا، واتجاهه دايما عمودي على مستوى الملف، وعزم ثنائي القطب بيعتمد على الاي والاي والان بس، ما بيعتمدش لا على التاو ولا على البي ولا على السيتا حتى، ما بيعتمدش عليهم. طيب اخر حاجه بقى اجهزه القياس. انا عندي اول جهاز اللي هو الجلفان، ده جزء نظري هو ما فيهوش غير قانون واحد اللي هو حساسيه الجلفانو بتساوي سيتا على اي، ده القانون الوحيد اللي موجود في الجلفانو والباقي نظري. هنبقى نعمل فيديو تاني كده نلم فيه النظري بتاع الفصل التاني، خلينا دلوقتي بس على افكار المسائل. طيب بعد كده يقول لي ان انا احول الجلفانو دوت لاميتر التيار المستمر. طب عشان احول الجلفانو لاميتر التيار المستمر محتاج اوصل مقاومه اسمها مجزئ التيار، مجزئ التيار، ودي بتبقى دايما مقاومه صغيره بتتوصل على التوازي مع مقاومه الجلفانو او مع ملف الجلفانو. طيب
بيعمل ايه بقى مجزء التيار ده؟ بيزود المدى بتاع القياس، بدل ما هو كان بيقيس تيارات صغيره ضعيفه بيقيس تيارات كبيره. طيب عندي ثلاث قوانين في الاميتر بتاع التيار المستمر. اول قانون الار اس، ده بيساوي اي جي في ار جي على اي ناقص الاي جي، ده كده اول قانون. تاني قانون لازم اكون حافظه، الاي بتساوي، ده لو عايز يطلب مني مثلا نهايه التيار او اقصى قيمه للتيار بعد ما اوصل الار اس، فاقول له الاي جي في الار جي على الار اس زائد الاي جي، يبقى اي جي في ار جي على ار اس زائد الاي جي، ده تاني قانون. تالت قانون لو قال لي حساسيه الاميتر، ده بتاع حساسيه الاميتر، يجي يقول لي مثلا حساسيه الاميتر قلت للثلث، قلت للربع، قلت للخمس، فساعتها بشيل اي جي على اي ديت واحط خمس واسويها بقى بار اس على ار اس زائد الار جي واضرب طرفين في وسطين زي ما هنشوف بعد كده واحنا بنحل المسائل. يبقى دلوقتي لما يجي يقول لي حساسيه الاميتر على طول اي جي على ار بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي. حاجه مهمه جدا بقى الرسمه بتاعه الاميتر بتاع التيار المستمر دي مهمه جدا، دي العلاقه بين الاي وواحد على الار اس. لازم اكون عارف حاجتين، عارف مين النقطه دي وعارف مين الميل، لازم اكون عارف مين النقطه دي ولازم اكون عارف مين الميل. النقطه دي ده الاي جي، النقطه دي كده ده الاي جي، الميل ده الفي جي او اي جي في ار جي، يبقى النقطه دي الاي جي والميل هو الفي جي. طيب تاني جهاز هو الفولتميتر، احول الجلفانو للفولتميتر. طب احوله ازاي؟ هوصل مقاومه كبيره على التوالي اسمها مضاعف الجهد او الار ام، مضاعف الجهد دي عشان احسبها بتساوي في ناقص اي جي في ار جي على اي جي، يبقى الار ام او مضاعف الجهد بتساوي في ناقص اي جي في ار جي على اي جي، او بتساوي او الفي بقى ممكن احسب الفي بقى اللي هو قراءه الفولتميتر، اقصى قراءه للفولتميتر دي بتساوي اي جي افتح قوس كده ار جي زائد ار ام. يبقى انا عندي قانونين في الفولتميتر، قانون الار ام وقانون الفي. طيب برضو مهم قوي اكون عارف الرسمه اللي بين الفي وبين الار ام، لازم اكون عارف مين النقطه ديت دي الفي جي ومين الميل ده الاي جي. يبقى دلوقتي النقطه دي هي الفي جي والميل هو الاي جي. طيب تالت حاجه بقى هو الاوميتر، ده الرسمه بتاع الاوميتر، ده الار جي ودي الار سي ودي الار في وديت الفي بي والار سمول، وهنا بقى بين النقطتين دول بوصل الار اكس. طيب وظيفه الار سي ده طبعا الجلفانو، الار سي وظيفتها ان هي بتحمي الملف بتاع الجلفانو ان هو يتلف. طب والار في، الار في وظيفتها ان هي توصل نهايه التدريج بتاع الجلفانو لاقصى قراءه، يعني يخلي التيار اللي بيعدي في الجلفانو ده اقصى قراءه. الفي بي طبعا ده اللي بيطلع التيار، والار اكس دي المقاومه اللي انا عايز اقيس القيمه بتاعتها. عندي قانونين قبل ما اوصل الار اكس، لو انا لسه ما وصلتش الار اكس يعني انا موصل سلكه فاضيه كده بين النقطتين دول، فساعتها اعوض في القانون ده اللي هو الاي جي بتساوي في بي على ار جي زائد ار سي زائد ار في زائد ار سمول. الاربع مقاومات دول بنسميهم ار اوميتر، الاربع مقاومات دول بنسميهم ار اوميتر، فبالتالي القانون هيبقى في بي على الار اوميتر. طيب الاي بقى ده بعد ما وصل الار اكس، فقيمه التيار هتقل، قيمه التيار هتقل لان في ار اكس كده هتزيد، فما عادش هيبقى اسمها اي، ما عادش هيبقى اسمها اي جي، هيبقى اسمها اي، فساعتها الاي هتساوي في بي على ار جي زائد ار سي زائد ار في زائد ار سمول زائد ار اكس بقى اللي هتزيد في المساله. فممكن بقى اقول ان هي في بي على ار اوميتر، لان احنا قلنا ان الاربع مقاومات دول بنسميهم ار اوميتر زائد بقى الار اكس. وضعت عده ملفات، وضعت عده ملفات مستطيله مختلفه المساحه كلا على حده في مجال مغناطيسي منتظم بحيث يميل كل منها بزاويه 60، يبقى دي السيتا، هنا ده فيض الزاويه بين المجال والملف، فهي دي كده ايه السيتا، يبقى انا كده السيتا عندي ب 60 درجه.
الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الفيض الكلي ومساحة الملف. عايز كثافة الفيض. طيب أنا القانون عندي الفاي ام بيساوي البي في الاي ساين السيتا. فأنا آخد قيمة للفاي ام، خدها مثلا بخمسة في عشرة أس سالب أربعة، يبقى أنا أقول له خمسة في عشرة أس سالب أربعة بتساوي البي دي أنا عايزها في الاي الخمسة قصادها اتنين من عشرة متر مربع، يبقى اتنين من عشرة ساين الستين. طلع بقى قيمة البي، يبقى البي هتساوي خمسة في عشرة أس سالب أربعة على اتنين من عشرة في ساين الستين. طلع بقى الناتج عليه يطلع اتنين تسعة وتمانين من مية في عشرة أس سالب تلاتة اللي هي ج. السؤال اللي بعده بيقول لي إطار مربع طول ضلعه 5 سنتي، ده كده طول الضلع، وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيده 2 في 10 أس سالب 2، يبقى البي كده بتساوي 2 في 10 أس سالب 2. طول الضلع دوت أنا ممكن أجيب منه المساحة، ممكن أجيب منه المساحة، أقول إن المربع طول الضلع في نفسه، يعني 5 في 10 أس سالب 2 مضروب في 5 في 10 أس سالب 2، يعني تقريبا 25 في 10 أس سالب 4 متر مربع. دي كده المساحة. كان الفيض، مدين الفيض كمان اهوت، مدين الفاي ام بكام؟ 25 في 10 أس سالب 5 وبر. عايز الزاوية، عايز السيتا، أكتب القانون الفاي ام هيساوي البي في الاي ساين السيتا. عوض بقى يبقى 25 في 10 أس سالب 4 هيساوي البي 2 في 10 أس سالب 2 في الاي 25 في 10 أس سالب 4 في ساين السيتا، يبقى ساين السيتا هتطلع بتساوي 25 في 10 أس سالب 4 على 2 في 10 أس سالب 2 في 25 في 10 أس سالب 4. معلش دي كانت 2.5 ودي 2.5 في 10 أس سالب 5، دي 2.5 في 10 أس سالب 5، ألاقي الناتج يطلع بنص. يبقى كده ساين السيتا بنص، يبقى السيتا هتساوي 30 درجة. ده كده إجابة السؤال اللي على الدور. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل سلك مستقيم طويل عمودي على مستوى الصفحة يمر به تيار كهربي شدته 60 أمبير. السلك ده هو بيعدي فيه تيار شدته 60 أمبير، يبقى كده الأي بيساوي 60 أمبير. واتجاهه إلى داخل الصفحة، والسلك موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيده 2 في 10 أس سالب 5. في مجال خارجي، السلك ده موضوع في مجال خارجي بيأثر عليه مجال خارجي قيمته 2 في 10 أس سالب 5، ده البي الخارجي بيساوي 2 في 10 أس سالب 5 9. واتجاهه إلى يسار الصفحة، فتكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بي. عايز المحصلة عند النقطة بي ده اهي، واللي بتبعد 10 سنتي عن محور السلك، يعني الدي بيساوي 10 سنتي، يعني 10 في 10 أس سالب 2 متر. هو عايز المحصلة. لو رجعنا كده للفيديو اللي احنا شرحنا فيه أفكار المسائل، كنا قلنا دايما لما يطلب المحصلة أول حاجة شوفها المجال، اتجاه المجال، أول حاجة شوفها اتجاه المجال. دلوقتي أنا عندي مجالين، مجال خارجي اتجاهه رايح ناحية الشمال، وعندي مجال جاي من السلك. طب المجال اللي جاي من السلك ده اتجاهه فين؟ لازم ارسم بقى دايره، لازم ارسم دايره بتعدي بالنقطه اللي انا عايز احسب عندها المجال. انا لازم ارسم دايره بتعدي بالنقطه اللي انا عايز احسب عندها المجال. طيب بعد كده اروح اجيب المماس، هو التيار ده للداخل، فيبقى المجال اتجاهه ايه بقى؟ اتجاهه مع عقارب الساعه، ده كده اتجاه الايه؟ المجال. التيار للداخل يبقى المجال اللي هيمر في الدايره ديت مع عقارب الايه؟ الساعة، وهيبقى اتجاهه رايح ناحية الشمال، اتجاهه كده بيلف رايح ناحية الايه؟ الشمال كده، المماس هيبقى رايح ناحية الشمال، يبقى الاتنين في نفس الاتجاه. يبقى انا دلوقتي اللي هلاقي ان الاتنين في نفس الايه؟ الاتجاه. خلاص يبقى انا هجمع المجالين، المجال الخارجي زائد المجال بتاع السلك. خلاص يبقى انا راح اقول له المحصلة هتساوي
بي السلك زائد البي بتاع المجال الخارجي او البي الخارجي. طيب البي بتاع السلك لازم احسبها الاول، هنروح احسب كده في جنب البي بتاع السلك هتساوي بقى ايه؟ هتساوي ميو في اي على 2 باي دي، يبقى هتساوي 4 باي في 10 اس سالب 7 في الاي ب 60 على 2 باي دي 10 في 10 اس سالب 2. احسب بقى قيمه البي، يبقى لها تطلع 1.2 من 10 في 10 اس سالب 4 تسلا. خلاص يبقى كده المحصله 1.2 من 10 في 10 اس سالب 4 زائد 2 في 10 اس سالب 5 يطلع 1.4 من 10 في 10 اس سالب 4، يبقى الاجابه رقم ألف. دي كده الاجابه بتاع السؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين طويلين جدا ومتوازيين موضعان في مستوى الصفحه ويؤثر عليهما مجال مغناطيسي خارجي منتظم كثافه فيدو 10 اس سالب 5. في مجال خارجي هنا بيأثر على السلكين دول، المجال دوت كثافته 10 اس سالب 5 واتجاه عمودي على الصفحه وللداخل باي من الاكسات دي. اذا كانت محصله كثافه الفيد بقى المحصله عند النقطه بي برضه ب 10 اس سالب 5 واتجاهها برضه للداخل، فكده استنتج ايه بقى؟ استنتج ان المجال الخارجي هو المحصله. يعني ايه؟ يعني المجال بتاع السلك ده لاشى المجال بتاع السلك ده، المجال بتاع السلك واحد لاشى المجال بتاع السلك التاني، يعني النقطه دي بالنسبه لهم نقطه تعادل، والنقطة دي في النص لأن ده 2 سم وده 2 سم، النقطة دي في النص لأن ده 2 سم وده 2 سم، فبالتالي التيار ده قد التيار ده عشان تبقى دي فعلا نقطة تعادل. عشان دي تبقى نقطة تعادل وبين السلكين لازم يكون التيارين قد بعض، فده 6 أمبير يبقى ده بالتالي 6 أمبير. يبقى تاني أنا عرفت منين دي نقطة تعادل؟ لقيت إن المجال الخارجي هو هو المحصلة، يبقى أكيد المجال ده لاشى المجال ده، يعني دي نقطة تعادل. فبالتالي الاي 1 هتساوي الاي 2 يعني 6 امبير. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يمثل سلكان مستقيمان 1 و2 في مستوى عمودي على الصفحه، وضع بينهما ابره مغناطيسيه في منتصف المسافه بينهما، اذا مر بكل منهما تيار اتجاهه لخارج الصفحه شدته اه فان القطب الشمالي للابره ايه اللي هيحصل؟ طيب لو انا جيت ركزت كده الاقي ان النقطة ديت في النص، يعني دي دي ودي دي، فالنقطة دي في النص، وكمان قال لي التيارين في نفس الاتجاه لخارج الصفحة، قال لي لو مررت في الاتنين تيار نفس المقدار باي والاتنين لخارج الصفحة، يبقى كده التيارين دول في نفس الاتجاه، والنقطة دي في النص، يبقى أكيد النقطة دي نقطة إيه؟ يبقى النقطة دي نقطة تعادل، نقطة تعادل، لأنها في النص والتيارين دول في نفس الاتجاه ونفس المقدار، يبقى دي نقطه تعادل. فبالتالي ايه اللي هيحصل للابره؟ ولا اي حاجه، خلاص نقطه تعادل، مفيش مجال حصل. هو بالنسبه للابره دي كده كان مفيش حاجه اتغيرت، فبالتالي تظل في موضعها دون انحراف. خلي بالي عشان السؤال ده جه في امتحان الدور الثاني بتاع السنه اللي فاتت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي عند نقطة B وشدة التيار R المار في ثلاثة أسلاك X Y و Z كل على حدة فتكون هذه النقطة. عايز يعرف النقطة دي أقرب لأنهي سلك، أقرب لأنهي سلك. طيب أنا عارف، أنا عارف إن الـ B تتناسب عكسي مع الـ D، يعني كل ما الـ B تبقى كبيرة كل ما المسافة تبقى قليلة، فبالتالي تبقى اقرب للسلك، يبقى انا اروح اختار اكبر بي ويبقى هي اقرب مسافه او على اقرب نقطه للايه؟ للسلك. فبالتالي النقطه اكس هي اكبر بي، فبالتالي هتبقى اقرب نقطه، فبالتالي اقرب للسلك اكس على السلك واي، يبقى هي الاجابه دي، يبقى تكون هذه النقطه اقرب للسلك اكس، تبقى قريبه للسلك اكس لان هو اكبر بي، يبقى اقل دي يعني اقل دي يعني المسافه قليله يعني قريب. ده برضو سؤال امتحانات، ده امتحان برضو الدور الثاني بتاع السنه اللي فاتت، فخلي بالي من العلاقات.
يعني دايما اكون اكتب كده لما الاقي ان هو مثلا عامل لي العلاقه بين البي والاي وعايز اقرب وعايز مسافه، فخلاص اكتب القانون البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي، واشوف بقى ساعتها هو عايز العلاقه بين البي والاي ولا البي والدي ولا ايه بالظبط. دايما اكتب العلاقه الاول وبعد كده ابدا اشوف هيتناسب تار دي، يعني هتزيد ولا هتقل ولا ايه بالظبط. السؤال اللي بعده برضه نفس الفكره، بس ده بقى في امتحان الدور الاول، ده امتحان اخر السنه بتاع السنه اللي فاتت، هو عكس الفكره، هي نفس الفكره تقريبا بس هو عكسها. بيقول لي الرسم التالي يمثل اربع اسلاك تمر بها تيارات مختلفه اي 1 واي 2 واي 3 واي 4، فكانت كثافه الفيض عند النقاط اكس واي وزد ودي متساوي، البي هي المراد اللي متساوي، البي هي المراد اللي متساوي، فعايز العلاقه بين الاي والدي، المسافه دي قليله، المسافه دي اكبر، دي اكبر، دي اكبر، فعايز العلاقه بين الاي والدي، عايز اكبر تيار. طيب انا لازم عشان اشوف العلاقه بين الاي والدي الاول عشان اشوف اكبر تيار، يعني اكبر مسافه ولا اقل مسافه، فانا عارف ان البي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي، ما راحش اقول الاي بسط والدي مقام يبقى ده علاقه عكسيه، غلط، لازم اجيب ده في طرف وده في طرف الاول، ما ينفعش الاثنين يبقوا في طرف واحد، فاضرب طرفين في وسطين كده يطلع ان الميو في الاي هتساوي 2 باي دي مضروبه في البي، فنلاقي كده ان العلاقه بين الاي وبين الدي علاقه طرديه، يبقى اكبر تيار هو اكبر مسافه، اكبر تيار هو اكبر مسافه يعني اي 4 لان ده اكبر مسافه يبقى اي 4. خلي بالي دايما لما احب اجيب علاقه بين اثنين بين حاجتين لازم كل واحده تكون في طرف، ده في طرف شمال وده في طرف يمين. السؤال اللي بعده بيقول لي سلك مستقيم صنع منه ملف دائري عدد لفاته n ويمر به تيار شدته اي مكونا فيض مغناطيسي كثافته b عند مركز الملف، اعيد تشكيل نفس السلك لملف دائري اخر. ايوه نركز بقى كده، الحته دي قلنا عليها في الفيديو اللي فات، اول ما يجي يقول لي اعيد تشكيل سلك عشان اعمل بيه ملف دائري تاني او اعيد تشكيل ملف دائري عموما، على طول القانون اللي يجي في بالي بي 1 على بي 2 بتساوي ان 1 تربيع على ان 2 تربيع. خلي بالي السؤال ده جه في امتحان الدور الاول السنه اللي فاتت، خلي بالي عشان الفكره دي مهمه جدا، والافكار اللي انا كنت كاتبها كلها في الفيديو اللي فات مهمه جدا، لازم اكون مذاكرها كويس جدا، عادي ممكن ما يكررش يجيب فكره تانية من الافكار اللي كانت مكتوبه وما جاتش، خلي بالي من الافكار اللي انا كاتبها دي مهمه جدا. بي 1 على بي 2 بتساوي ان 1 تربيع على ان 2 تربيع، بس اعوض بقى البي 1 على البي 2، ان 1 تربيع الان في الحاله الاولى كانت بان يبقى ان تربيع، الان في الحاله الثانيه ب 2 ان على 3، 2 ان على 3 بس الكل تربيع، يعني ان تربيع على 4 على 9 ان تربيع، ان تربيع تروح مع ان تربيع مقام المقام يطلع بسط يعني 9 على 4، بس خلي بالك ده البي 1 على البي 2 ب 9 على 4، هو عايز مين؟ هو عايز البي 2 وعايز يعرف البي 2 قد ايه من البي 1، طرفين في وسطين يبقى 4 في بي على 9، يبقى كده البي 2 هتساوي 4 في البي 1 على 9، يعني 4 على 9 بي 1 يبقى الاجابه رقم د. خلي بالي عشان لو موجود 9 على 4 ما اختارهاش، دايما خلي بالي هو عايز البي 2 عكس افت الفيض هتبقى قد ايه، يعني عايز البي 2 هتبقى قد ايه من الحاله الاولى، يبقى 4 على 9، كله معتمد على القانون ده، عارف القانون ده هحل، مش عارف مش هعرف احل. السؤال اللي بعده ملفان دائريان اكس واي لهما نفس القطر يمر، يعني لهم نفس نص القطر، لهم نفس القطر يعني نفس نص القطر، يمر بهما نفس التيار يعني نفس الار، اذا كان عدد لفات اكس ضعف عدد لفات واي يبقى الان اكس بتساوي ضعف الان واي، فعايز العلاقه اللي بتعبر عن الشكل تعبر بشكل صحيح عن كثافه الفيض بتاع بي الناتج عن مركز كل ملف، خلاص يبقى البي اكس هتساوي 2 بي واي. طب ليه عملت كده على طول؟ عشان انا عارف ان العلاقه بين البي والان علاقه طرديه،
البي بتاع الملف الدائري بتساوي ميو في الان في الاي على 2 ار. هو قال لي نفس نص القطر وقال لي نفس التيار كده كده الميو ثابت، يبقى العلاقه بين البي والان علاقه طرديه، ان اكس ضعف ان واي يبقى بي اكس ضعف البي واي. السؤال على الدور، حلقتان دائريتان لهما نفس المركز وسلك مستقيم موضوع جمعها في مستوى في نفس المستوى ويمر بكل منهما تيار كهربي كما هو موضح بالشكل، فإن كثافة الفيض الكلي، عايز الكثافة الكلية يعني عايز المحصلة عند المركز M والناشئ عن التيارات الثلاثة دول، يعني عايز المحصلة. محصلة يبقى أول حاجة لازم أجيبها الاتجاهات بحيث أعرف هما جمع ولا طرح ولا متعامدين ولا إيه بالظبط. فأنا أروح أجيب المجال بتاع الملف الدائري الصغير ده هلاقيه للخارج، والملف الدائري الكبير برضه للخارج. طب السلك برضه هلاقيها المجال هنا للداخل وناحية المركز هيبقى للخارج. يبقى التلاتة للخارج يبقى التلاتة جمع، يبقى أنا أروح أقول له المحصلة هتساوي بي سلك زائد بي دائري الأول زائد البي الدائري التاني. بس اروح اجيب بقى بي السلك وبالدائري الاول وبالدائري الثاني واجمعهم على بعض. طيب تعالى نعمل بقى الكلام ده. بي السلك هو عايز دايما ابص على الاجابات الاول قبل ما احل، يعني اشوف اعوض بالميو ولا ما اعوضش، دايما ابص كده على الاجابات الاول هلاقي ان انا هنا النواتج كلها بدلاله ميو في اي على ار، خلاص يبقى انا اسيبها بدلاله الميو والاي على ار. طيب السلك البي بتاع السلك بتساوي ميو، سيبها زي ما هي في اي على 2 باي دي. طب انا خلي بالي الدي بكام؟ الدي هي البعد بين السلك والمركز، يعني الحته دي كلها اللي هي ار وار يعني 2 ار، يبقى انا اقول له كده 2 باي في 2 ار، ده كده ال 2 باي دي 2 باي 2 ار يعني 4 باي ار. انا ممكن امسح ده كده واخليها 4 باي ار. طيب ده كده البي بتاع السلك. طيب اكمل البي بتاع الدائري، الدائري الاول هخليه الدائري الصغير ده، البي بتاع الدائري ميو في ان في اي على ار على 2 ار، ده حلقتين يعني ده حلقه ودي حلقه يعني دي الان بتاعها بواحد، يبقى ميو والان بواحد في الاي على 2 ار ونص القطر بتاع الحلقه الصغيره ار يبقى 2 ار زي ما هي، زائد الحلقه الكبيره برضو دي حلقه فيبقى ميو في اي على 2 ار بس نص قطرها ب 2 ار، نص قطرها 2 ار يبقى 2 في 2 ار يعني 4 ار. كده جبت البي بتاع السلك، بي بتاع الدائري الصغير وبي بتاع الدائري الكبير. اخد بقى ميو في اي على ار مشترك منهم كلهم، لان النواتج كلها بيوم ميو في اي على ار، باخد ميو في اي على ار مشترك. يبقى بالتالي المحصله اخد ميو في اي على ار مشترك. يبقى لي هنا 1 على 4 بار، 1 على 4 بار زائد 1 على 2، هنا 1 على 2، هنا 1 على 4. اجمع بقى اللي جوه القوس دول كده هلاقي ان الناتج اللي هيطلع ده 83%. بس يبقى بالتالي المحصله هتساوي 83% ميو في اي على الار اللي انا واخدها مشترك بره ديت، يبقى الاجابه رقم 1000. مهم قوي السؤال ده، جه في امتحان السنه اللي فاتت، هو سؤال طويل شويه ممكن يكون طويل بالنسبه للباقي بس فكرته سهله. انا اروح اجيب الاتجاهات هلاقيهم كلهم في نفس الاتجاهات يبقى هجمع، اجيب بقى بالسلك لوحده وبالدائري لوحده وبالدائري الثاني لوحده واجمع واخد ميو في اي على ار مشترك واجمع الباقي، ده هيطلع لي 83%، باقي الناتج قدامي 83%. الموضوع بسيط خالص. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ملف دائري عدد لفاته ان ونص قطره ار يمر بيه تيار شدته ار مولدا فيض مغناطيسي كثافته عند المركز بي واحد، تم توصيل ملف بمصدر اخر فمر تيار شدته 3 امثال شدته في الحاله الاولى، يعني جبت بطاريه ثانيه فخلت التيار بدل ما هو اي بقى 3 ار، فتولد فيض مغناطيسي كثافته عند المركز بي 2، عايز العلاقه بين البي 2 والبي 1، هو نفس الملف الدائري. طب البي بتاع الملف الدائري بتساوي ايه؟ ميو في ان في اي على 2 ار، هو نفس الملف يعني نفس الميو ونفس الان ونفس نص القطر، هو غير بس في التيار، التيار زاد 3 امثال يبقى اكيد البي هي كمان هتزيد 3 امثال، فبالتالي البي 2 هتساوي 3 ال
بي 1 عشان علاقه بين البي والاي علاقه طرديه، يبقى الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده، حلقتان دائريتان لهما نفس المركز يمر بكل منهما تيار كهربي شدته واي وفي نفس الاتجاه كما هو موضح بالشكل، بحيث تكون قيمة كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيارين عند النقطة O تساوي B. فإذا عكس، دايما أتعود الأسئلة اللي زي دي أشتغل الأول على النص الأولاني، أجيب منه معادلة وأجيب منه البي في الحالة الأولى، وبعد كده أشوف هو عمل إيه غير إيه وأجيب في الحالة التانية، وبعد كده أقسم الاتنين على بعض بحيث أجيب العلاقة بين الحالة التانية والحالة الأولى. فأنا هقف لحد هنا كده. قال لي وإذا عكس دي حاجة، دي الحالة التانية. فخليني بقى في الحالة الأولى أحسب لها المحصلة بتاعتها. طيب تعال بقى نشوف، هما الاتنين كده في نفس الاتجاه، يعني المحصلة في الحالة الأولى بالجمع. يبقى أنا أروح أقول له البي في الحالة الأولى بتساوي البي 1 زائد البي 2. طيب أروح أحسب البي 1 والبي 2 وأجمعهم. طيب نعملهم مرة واحدة في خطوة واحدة. البي 1 هنفترض إن هي الحلقة الصغيرة، فأنا أروح أقول له إن هي ميو هم حلقتين، يعني الان بواحد، يبقى خلاص ميو في اي على 2 ار. دي كده الحاله الاولى، دي الحلقه الاولى اللي هي الصغيره، زائد الحلقه الثانيه يبقى ميو برضو الان بواحد في الاي على 2 في 2 ار، يعني 4 ار. ليه؟ لان النص القطر ده كله 2 ار. طيب اجمع بقى كده فيطلع ان هي نص تقريبا، نص وربع، ثلاث ارباع، يبقى ثلاث ارباع ميو في اي على ار. دي كده البي في الحاله الاولى. طيب تعال نجيب البي في الحاله الثانيه. البي في الحاله الثانيه دي البي توتال 1، البي توتال 2 هتساوي البي 1 بقى ناقص البي 2. ليه؟ لانه عكس اتجاه التيار في احد الحلقتين، بدل ما هم كانوا في نفس الاتجاه بقى عكس الاتجاه، يبقى طرح. فاعمل نفس الكلام دوت هو هو، يبقى ميو في اي على 2 ار، بس المره دي ناقص ميو في اي على 4 ار. نص ناقص ربع يديني ربع، يبقى ميو في اي على 4 ار. اقسم بقى الحاله الثانيه على الحاله الاولى، هو عايز كثافه الفيض الجديده قد ايه من كثافه الفيض الاولى، عايز البي 2 بدلاله البي 1، يبقى اقسم البي 2 على البي 1. يبقى انا اقول له كده البي 2 على البي 1 هتساوي ميو في اي على 4 ار على 3 ميو في اي على 4 ار. ميو في اي على 4 ار هتروح مع ميو في اي على 4 ار، يبقى لي 1 على 3 بس، يبقى 1 على 3 اللي هي بي على 3 بس كده. دي كده الاجابه بتاع السؤال دوت. طيب السؤال اللي عليه الدور بيقول لي هنا ملف دائري قطره 12 سنتي ويمر به تيار شدته اي ينشأ عنه مجال مغناطيسي عند مركزه كثافة فيضه بي وبعدت لفاته بانتظام. الفكرة دي بتاعت الملف الدائري لما ببعد لفاته بانتظام فبيتحول لملف لولبي. كنا قلنا الفكرة دي برضو في الفيديو اللي فات، ان البي لما يجي يقول لي ابعدت لفاته بانتظام هقول له البي الدائري على طول، ما فكرش. بي دائري على بي لولبي هتساوي ال على 2 ار. هو عاوز ال، عايز طول الملف. خلاص هو البي الدائري كان ببي، خلاص بي عوض. البي اللولبي بقى 2 على 5 بي، هو ال يبقى 2 على 5 بي هتساوي ال. انا عايزها 2 ار، هو قال لي ان القطر، يعني القطر يعني ال 2 ار، ما اروحش اضرب في 2 تاني، القطر هو 2 ار، يبقى هسيبها ب 12 على طول. هو كده كده عايز الناتج بالسنتي فمش هحول، بس البي هتروح مع البي. خلاص انا عايز ال، يبقى 12 في 1 على 2 على 5، يبقى اقول له ال هتساوي 12 في 1 على 2 على 5 يعني في 5 على 2، على 2 على 5 يعني في 5 على 2، يطلع 30 سنتي. دي كده الاجابه بتاعت السؤال دوت. اظن السؤال بسيط، اول بس ما يجي يقول لي ابعدت لفاته بانتظام يبقى على طول هعوض في القانون ده. طيب السؤال اللي عليه الدور، خش بقى كده على القوة، أسئلة القوة. ده برضو سؤال جه في السؤال اللي فاتت، كان سؤال سهل خالص،
بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك موضوع في مجال مغناطيسي والزاوية مش عارف ايه. فبيقول لي عندما تكون الزاوية سيتا تساوي كام يكون القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك تساوي نص القيمة العظمى. عشان تبقى نص القيمة العظمى يبقى لازم السيتا تكون 30. ليه لازم تكون 30؟ عشان ساين ال 30 بتساوي نص، فلازم السيتا تكون ب 30. سؤال بسيط خالص. السؤال ده برضو جه امتحان السنة اللي فاتت. بيقول لي يوضح الشكل سلكين متوازيان اكس واي اذا علمت ان القوة المؤثرة على وحدة الاطوال لاي من السلكين بتساوي 4 في 10 اس سالب 5 نيوتن على متر. فتكون شدة التيار اي المار في السلك اكس عايز شدة التيار اي اللي هتمر في السلك اكس. دوت قوة متبادلة على طول. فلما عندي سلكين كده وبيتكلم عن القوة يبقى دي قوة متبادلة. طيب قانون القوة المتبادلة اقول له الاف بتساوي ليو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. بس هعوض بقى الاف هو مدالي اهوت 4 في 10 اس سالب 5. 4 في 10 اس سالب 5 بتساوي الميو ده 4 باي في 10 اس سالب 7 في اي 1 ب 2 اي 2 دي انا عايزها في ال ال هو قال لي وحدة الاطوال يعني اعتبر ان ال بواحد على 2 باي الدي عندي 10 سنتي يعني 10 و10 اس سالب 2. بس عندي مجهول واحد اللي هو الاي 2 اقدر احسبه. يبقى اقول له الاي 2 هتساوي طرفين في وسطين ده في ده على اللي فوق يبقى 4 في 10 اس سالب 5 في 2 باي في 10 في 10 اس سالب 2 على 4 باي في 10 اس سالب 7 في 2. اقدر احسب بقى ساعتها الاي 2 هتطلع بكام. هلاقي الاي 2 دي تطلع ب 10 امبير يبقى الاجابه رقم ج. السؤال اللي عليه الدور يقول لي اربع اسلاك مستقيمه مختلفه الاطوال اكس واي وزد وام يمر بكل منهما تيار كهربي شدته اي موضوع داخل مجال مغناطيسي كثافه فيه بي. الشكل البياني المقابل يوضع العلاقه بين القوه المغناطيسيه المؤثره على كل سلك اف وجيب الزاويه يعني وساين السيتا. فعايز اطول الاسلاك دي العلاقه بين الاف يعني من الاخر. وبيقول لي ان دي العلاقه بين الاف وساين السيتا وعايز يعرف مين اطول سلك فيهم. طيب انا عارف ان الاف بتساوي بال ساين سيتا فالميل هو اف على ساين سيتا اللي هي بي في اي في ال. هو قال لي ان هم بيأثروا عليه بيأثر عليهم نفس البي وبيمر فيهم نفس التيار يعني البي والاي ده ثابت. فبالتالي اكبر ميل هو اكبر طول. اكبر ميل هو اكبر طول يبقى بالتالي اكبر ميل هو اكس يبقى اكبر طول هو اكس يبقى اطول اسلاك هو اكس. الاقي السؤال بسيط خالص. خلي بالي انا مش جايب اسئله سهله ده سؤال من امتحان الدور التاني بتاع السنه اللي فاتت. يعني دي كلها معظمها اسئله امتحانات التجريبيه وامتحانات السنين اللي فاتت. فهو الامتحان بيجي سهل بس اكون مذاكر كويس جدا حافظ القوانين كويس جدا عارف العلاقات كويس جدا والافكار اللي انا كنت كاتبها في الفيديو اللي فات اكون حافظها كويس جدا. هلاقي ان الامتحان بالنسبه لي بقى سهل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي يساوي 86 من 100 نيوتن في متر. ده كده عزم الازدواج بيساوي 86 من 100 نيوتن في متر. دوت عزم الازدواج دوت لما تكون الزاويه بين العمودي على مستوى الملف والمجال او الفيض 60 يعني دي سيتا مظبوط. احنا عارفين الزاويه في الازدواج دي بين العمودي وبين المجال فهو فعلا قال لي ان دي بين العمودي والمجال ب 60. يبقى هنا الحاله ديت التاو ديت او العزم الازدواج دوت لما كانت السيتا بكام؟ ب 60. فبيقول لي فعندما يكون مستوى الملف موازي لخطوط الفيض الملف بيوازي خطوط الفيض يبقى الزاويه بين المجال والعمودي على ملف ب 90 موازي في الازدواج يعني قيمه عظمى مش بصفر موازي في الازدواج يعني قيمه عظمى يعني سيتا ب 90. فهو عايز لما السيتا تكون ب 90 عزم الازدواج هيبقى بكام؟ نص ده في ده على ده ده في ده على ده. بس خلي بالي ان دي بقى تبقى ساين 60 بقى يعني انا هروح اقول له تاو في ساين 90 اللي هي اللي مديها لي دي بقى انا عايز التاو الجديده. يبقى انا هروح اقول له التاو بتساوي
86% في ساين 90 على ساين 60 بالساين بقى، ما خلي بالي دي بالساين وديت بالساين، ملهاش بالستين على طول، بالساين 60 بس كده. يبقى انا اروح احسب التاو بقى، دي التاو القيمة العظمى بقى، دي التاو ماكس مثلا، فتبقى 86% في ساين 90 على ساين 60 تطلع تقريبا بواحد نيوتن في متر. ده كده السؤال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ملف مستطيل عدد لفاته 2 وطوله 10 سنتي وعرضه 2، يبقى انا كده الان عندي ب 2، الطول والعرض احسب منهم المساحه، يبقى 20 في 10 اس سالب 4 عشان تبقى متر مربع. بيمر بيه تيار كهربي 2 امبير، ده كده الاي ب 2 امبير، موضوع في كثافته 2 تسلا، يبقى البي بتساوي 2 تسلا، كلهم اتنينات اتنينات كده. طيب فيكون عزم الازدواج لما تكون الزاويه بين الملف والمجال او الملف واتجاه خط الفيت ب 60، يبقى كده الثيتا بكام؟ دي اهم حاجه، اول ما اشوف زاويه لازم اتاكد ان دي الزاويه اللي انا عايزها. فديت الزاويه بين مين ومين؟ دي بين الملف والمجال، مش الملف او مش بين المجال والعمودي، فلازم اطرح من 90، يبقى اقول له 90 ناقص 60 يبقى الثيتا كده بكام؟ ب 30. بس اروح احسب بقى عزم الازدواج، تقعد مباشر بي في اي في ايه في ان ساين ثيتا، البي عندي ب 2، الاي ب 2، الاي ب 20 في 10 اس سالب 4، الان عندي ب 2 في ساين الثيتا عندي 30. بس كده اطلع بقى الناتج، هلاقي يطلع تقريبا 8 في 10 اس سالب 3، يبقى 8 في 10 اس سالب 3. خش بقى على الاسئله بتاعت اجهزه القياس. السؤال بيقول لي الشكل المقابل يمثل قراءه الفولتميتر داخل جهاز الاوميتر، فده اوميتر، وعند توصيل المقاومه ار دي مقاومه مجهوله، فانا هوصل المقاومه ار يبقى دي ار اكس، يبقى الار اكس دي بار، بين طرفي الاوميتر فانحرف المؤشر الى تلت جي، انحرف المؤشر لتلت جي، فتكون مقاومه الجهاز بتاع الاوميتر، عايز مقاومه جهاز الاوميتر، يعني عايز الار بتاع الاوميتر. طيب انا الاسئله ديت بحلها بطريقه بسيطه جدا، مش طويله ولا اي حاجه. دلوقتي انا لما وصلت مقاومه ار انحرف لثلث التدريج بعمل ايه؟ طالما هو اداني انحراف التدريج، هو اداني انحراف التدريج، فانا بعمل ايه؟ باخد انحراف التدريج ده اللي هو تلت، اعمل فيه ايه؟ اقلبه، اقلب التلت ده يبقى تلاته، يبقى اول حاجه بقلب، يبقى هنقلب. طب وبعد كده هم بقى منقص من الرقم اللي انا قلبته ده واحد، يبقى اتنين. بعد كده اعمل ايه؟ اروح اقول له بقى الار اكس بتاعتي بتساوي الرقم اللي طلع في الاخر دوت مضروب في الار بتاع الاوميتر. خلي بالي ما اعكسش، ما اروحش اقول ار اوميتر هي اللي بتساوي 2 في الار اكس، لا، الار اكس هي اللي 2 في الار اوميتر. طب ما انا عندي الار اكس بار، هتساوي 2 في الار بتاع الاوميتر، يبقى ار الاوميتر بكام؟ بار على 2 يعني نص ار. بس خلصت السؤال. يبقى انا عملت ايه؟ بروح اشوف الار اللي انا وصلتها دي خلت المؤشر ينحرف قد ايه؟ واقلب، وبعد كده نقص واحد، الرقم اللي يطلع دوت اروح اقول له خلاص يبقى الار المجهوله ديت بتساوي 2 في الار بتاعه الاوميتر. بس كده. طيب السؤال اللي بعده، يمثل الشكل البياني المقابل العلاقه بين اقصى شده تيار كهربي مقاس بواسطه الاميتر ومقلوب مقاومة مجزئ التيار، فإن قيمة الجلفان هتساوي إيه؟ طيب أتعود كده، أول ما أشوف المسألة ديت كنت قلت في الفيديو اللي فات لازم أكون عارف حاجتين، مين النقطة دي ومين الميل. النقطة دي ده كده الأي جي، لأن دي العلاقة بين الأي واحد على أر إس. طب مين الميل؟ الفي جي. طب هو عايز مين؟ عايز الأر جي. خلاص الأر جي هتساوي الفي جي على الاي جي. طب ما انا الفي جي احسبها من الميل، والاي جي معايا ايه؟ ب 20 مللي امبير.
بس. يبقى انا اول حاجه راح احسب الفي جي من الميل، اقول له فرق الصادات على فرق السينات. دايما لو الخط مش بادئ من الصفر ما ينفعش اقول 100 على 10، ما ينفعش اروح اقول 100 على 10 كده على طول، لا. لو بادئ من الصفر عادي اقول 100 على 10، انما ده مش بادئ من الصفر، ده بادئ من عند ال 20، يبقى لازم اقول فرق الصادات على فرق السينات. خلاص يبقى الفي جي فرق الصادات اختار مثلا 100 ناقص 20، بس خلي بالك ان دي مضروبه في 10 اس سالب 3، يبقى اقول له 100 ناقص 20 يعني 80 في 10 اس سالب 3 على 10 ناقص 0. ال 100 دي قصادها 10 وال 20 دي قصادها ايه؟ 0. يبقى 10 ناقص 0 يعني 10، بس مضروبه في 10 اس سالب 2. دايما اخلي بالي في المحاور كده اذا كانت مضروبه او مديني وحده قياس او كده يعني. بس يبقى اقول له 10 في 10 اس سالب 2. تطلع الفي جي ب 8 من 10 فولت. بس اروح اعوض بقى كده. يبقى اقول له الفي جي ب 8 من 10 فولت، وانا الاي جي عندي هيبقى 20 مللي، يعني 20 في 10 اس سالب 3. يطلع الار جي بتساوي 40 او. بس كده خلصت السؤال. يبقى انا عارف ان النقطه دي هي الاي جي، وعارف ان الميل هو الفي جي، وانا كده خلصت السؤال. السؤال اللي بعده يقول لي جلفانومتر يقيس فرق جهد اقصاه 1 من 10 فولت، يبقى ده كده الفي جي. عندما يمر تيار اقصاه 2 ملي امبير، ده كده الاي جي. ودلاله القسم الواحد بواحد من 100 فولت، يبقى انا كده اقدر اجيب عدد الاقصاء. انا معايا دلاله القسم الواحد ومعايا اقصى قراءه، فاقدر اجيب كده عدد الاقصاء. يبقى انا هقول له 1 من 10 على 1 من 100 يطلع ب 10، يبقى كده عدد الاقسام هم 10 اقسام. طيب بيقول لي عند توصيله بمضاعف جهد 450، ده الار ام، عايز دلاله القسم الواحد ده تبقى قد ايه؟ انا معايا دلاله القسم الواحد بواحد من 100 فولت، فعايز اعرف دلاله القسم الواحد ده تبقى بكام؟ طيب فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب دلاله القسم الواحد بتاع التيار، ويبقى انا كده معايا دلاله القسم الواحد بتاع التيار، ومعايا دلاله القسم الواحد بتاع الجهد، ومعايا الار ام، فاقدر احسب دلاله القسم الواحد الجديده هتطلع بكام. وكمان ممكن احسب هنا الار جي من هنا، ما انا معايا الفي جي ومعايا الاي جي، فاقدر احسب الار جي. يبقى انا ممكن احسب اول حاجه كده، اولا اول حاجه كده احسب الار جي، اقول له في جي على اي جي 1 من 10 على 2 في 10 اس سالب 3، 1 من 10 على 2 في 10 اس سالب 3، يطلع الناتج كام؟ يطلع تقريبا 50 او. 1 من 10 على 2 في 10 اس سالب 3 يطلع 50، يبقى فعلا الار جي ب 50 او. طيب عايز احسب بقى الفي، الفي طب انا عارف اصلا ان الفي بتساوي اي جي في ار جي زائد الار ام، بس خلي بالي لو انا هعوض ديت، لو انا هعوض بالاي جي بال 2 مللي، يبقى دي كده الفي اللي انا هحسبها ديت اقصى قراءه، مش دلاله القسم الواحد، دي اقصى قراءه. بعد ما اجيبها اقوم بقى اقسمها على 10 عشان اجيب دلاله القسم الواحد، يا اما من الاول اقسم الاي جي ديت على 10 قبل ما اعوض بيها، اقسمها على 10، فمش تفرق في الحالتين، لازم في الاخر اقسم على 10. فانا اعوض عادي بال 2 مللي، يبقى 2 في 10 اس سالب 3 في الار جي ب 50 زائد الار ام ب 450، يعني 500. 500 تنضرب في 2 في 10 اس سالب 3 يطلع ب 1 فولت. دي كده اقصى قراءه للفولتميتر بعد ما وصل الار ام، مش دلاله القسم الواحد. طب عايز دلاله القسم الواحد دي بقسم على 10، يبقى 1 على 10 يعني 1 من 10، يبقى الاجابه تطلع ج. يبقى انا الناتج اللي هيطلع بعد كده اروح اقسمه على 10 عشان اجيب دلاله القسم الواحد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي جلفانومتر مقاومه ملف ار جي يقيس تيار اقصاه اي جي عند توصيله بمجزئ تيار ار 1، ده الار اس الاولى اللي هي بتساوي ار 1، قلت الحساسيه بتاع الجهاز للثلاث ارباع. قلت برضو في الفيديو اللي فات اول ما اجيب لي سيره حساسيه الاميتر انها قلت، على طول القانون اللي يجي في بالي اي جي على ار بتساوي ار اس على ار اس زائد الار جي.
بس. فهو بيقول لي قلت الحساسيه لتلات ارباع القيمه الاصليه، ولما شلت الار واحد وحطيتها بمجزئ تاني ار اتنين الحساسيه قلت لتلاته على التمانيه. فعايز النسبه بين الار واحد والار اتنين، يبقى انا هحل المساله على خطوتين. خطوه من الحاله الاولى هجيب الار واحد، وخطوه من الحاله الثانيه اجيب الار اتنين واقسمهم على بعض. طيب الحاله الاولى كانت الحساسيه 3 على 4، يبقى انا اشيل الاي جي على اي واحط 3 على 4 بتساوي الار اس اللي في الحاله الاولى اللي هي بار 1 على ار 1 زائد الار جي طرفين في وسطين، يطلع ان 4 ار 1 بتساوي 3 ار 1 زائد 3 ار جي. اودي 3 ار 1 دي الناحيه الثانيه تروح بالسالب، 4 ار 1 ناقص 3 ار 1 بار 1 تساوي 3 ار جي. دي كده الحاله الاولى، دي كده اول معادله ان الار 1 ب 3 ار جي، ما اقدرش اعمل اكتر من كده. طب الحاله الثانيه الحساسيه قلت ل 3 على 8، يبقى 3 على 8 هتساوي ار ار 2 بقى على ار 2 زائد الار جي برضه طرفين في وسطين، يبقى 8 ار 2 هتساوي 3 ار 2 زائد 3 ار جي. اودي ده مقسوم ما مطروح، يبقى 8 ار 2 ناقص 3 ار 2 ادي كده 5 ار 2 هتساوي 3 ار جي. اقسم على الخمسة يبقى الار 2 هتساوي 3 على 5 ار جي. بس جبت ار 1 وجبت ار 2 اقسمهم على بعض. هقسم بقى الار 1 على الار 2 هتساوي الار 1 ب 3 ار جي، الار 2 ب 3 على 5 ار جي، ار جي تروح مع الار جي، 3 تروح مع ال 3، مقام المقام يطلع بسط يطلع 5، يبقى الاجابه رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح تدريج الجلفانو امتر في دائره الاوميتر، نفس الفكره بتاع دائره الاوميتر اللي احنا هنحل بيها بقى. عايز بقى قيمه الار اكس الموضحه بالشكل. طيب انا دلوقتي عارف هنا الار، مش عارف الار توتال، انا كنت بروح اقول ان الار اكس بتساوي الرقم اللي كان بيطلع لي دوت مضروب في الار بتاع الاوميتر. فانا هنا في الحاله دي مش عارف الار بتاع الاوميتر، فاضطر احسبها من الحاله اللي هو مديها لي على الرسمه دي. الحاله اللي هو مديها لي على الرسمه دي، دي مديني ثلاث ارباع التدريج لما كانت الار اكس ب 2000. مديني ثلاث ارباع التدريج لما كانت الار اكس بكام؟ ب 2000. فانا اروح اقول له ثلاث ارباع التدريج، انا معايا ثلاث ارباع التدريج، بعمل ايه بقل؟ يبقى انا اول حاجه هقل، معايا التدريج اهو يبقى هقل، فبالتالي يبقى 4 على 3 انقص 1 يبقى تلت. يبقى انا هروح اقول له الار اكس هتساوي الرقم اللي طلع لي دوت اللي هو التلت في الار بتاع الاوميتر. في الحاله الاولى دي انا عارف الار اكس، الرقم اللي بيبقى موجود دوت دي بتبقى الار اكس مش الار اوميتر، خلي بالك دي كده بتبقى الار اكس بس مش الار اكس اللي هو عاوزها، دي ار اكس تاني. خلاص دي انا عارفها ب 2000 بتساوي تلت في الار اوميتر. خلاص يبقى بالتالي الار اوميتر هيبقى 2000 في 3، يبقى الار اوميتر ب 6000. بس هو برده مش عايز الار اوميتر، هو عايز الار اكس ده اللي عند ربع التدريج. اعمل نفس الطريقه دي تاني بس المره دي بقى الار اكس انا مش عارفها، وراح اقول له كده ربع ده اللي هو التدريج اللي هو مديهولي اللي عند الار اكس، اقلب يبقى 4 انقص 1 يبقى 3. بس يبقى الار اكس اللي انا عايزها هتساوي 3 في الار اوميتر. الار اوميتر انا جبتها ب 6000، يبقى 3 في 6000 ب 18000، يبقى ب. بس كده ما انا حليتها على خطوتين، الخطوه الاولى جبت منها الار اوميتر، الخطوه الثانيه جبت منها الار اكس اللي هو عاوزها. السؤال اللي بعده نفس الطريقه، نفس الطريقه من البيانات الموضحه بالشكل، عايز المقاومه بتاع الاوميتر بقى، المره دي عايز مقاومه الاوميتر، فانا اعملها في خطوه واحده. الاول ده قد ايه من التدريج؟ الار اكس اللي هو مديها لي دي عند قد ايه من التدريج؟ 0 1 2 3 4، يبقى ده كده ربع التدريج. خلاص يبقى انا راح اقول له ادي الربع، هنعمل ايه؟ بنقلب، يبقى 4 انقص 1 يبقى 3.
خلاص بقى دلوقتي الار اكس اللي هو مديها لي ديت اللي هي 12 كيلو اوم هتساوي 3 مضروبه في الار اوميتر. انا عايز الار اوميتر يبقى قاسم على 3 يطلع ب 4 كيلو اوم، يبقى الاجابه رقم ج. موضوع بسيط خالص. اخر بقى سؤال عندي في الفصل دوت نفس السؤال بتاع الاي وواحد على الار اس، بس المره دي الفي والار ام. ده الخط اهوت، ده الخط هو مش باين بس شويه، ده الخط بادئ من هنا من عند ال 2 فولت، وممكن احسب الميل. طيب اول حاجه قلت لما يديني رسمه زي ديت اول حاجه اعمل ايه؟ اقول له النقطه ديت، النقطه ديت ده الفي جي، لان ده الفي، يبقى النقطه دي الفي جي. ومين الميل؟ الميل هو الاي جي، يبقى الميل هو الاي جي. هو عاوز ايه هنا؟ هو عايز قيمه المقاوم بتاع الجلفان، عايز الار جي. خلاص يبقى انا اقول له في جي، وعايز الار جي بقول له في جي على الاي جي. طيب الفي جي معايا باتنين، طب الاي جي الميل، خلاص احسب الميل. بس خلي بالي بس ان الخمسه دي بادئه من هنا، يبقى الخمسه ديت عند ال 6000. طيب يبقى انا اقول له 5 ناقص 2، يبقى انا عشان احسب الاي جي هقول له 5 ناقص 2 يعني 3 على 6000 ناقص 0، يبقى 3 على 6000. احسب بقى كده ال 3 على 6000 يطلع 5 في 10 اس سالب 4. ده كده الاي جي. بس راح اعوض بقى، يبقى اقول له 2 على 5 في 10 اس سالب 4 عليها تطلع ب 4000 اوم، يبقى الاجابه رقم ب.